أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون استبعاد تركيا من مركز العمليات الجوية المشتركة في سوريا وإيقاف تزويدها بمعلومات المراقبة والاستطلاع. قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون اليوم في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء إن مركز العمليات الجوية المشتركة اتخذ قرارا بطرد تركيا من المركز والتوقف عن تزويدها بمعلومات عن عمليات المراقبة والاستطلاع. أضافت جليسون أنه من المستحيل تقريبا الطيران في تلك المنطقة من دون تنسيق، وذلك بعد تأكيد الولايات المتحدة إغلاقها المجال الجوي في شمال شرق سوريا أمام تركيا. فيما نقلت قناة CNN الأمريكية عن مسؤول وصف بالكبير في الخارجية الأمريكية قوله أنهم يسيطرون على المجال الجوي في شمال شرق سوريا، وقد تم إغلاق المجال الجوي في وجه تركيا وليس هناك نية لتغيير ذلك في المستقبل القريب على حد تعبيره. عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية والدولية. دكتور أحمد أهلا وسهلا بحضرتك، ما الذي يمكن أن يفهم من الرسائل التي تمرر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا منذ 48 ساعة خلت؟ يعني في الواقع أن هذه الخطوة من جانب البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية يأتي في سياق سياسة العقاب على تركيا في بعد إعلان تركيا إقدامها على القيام بعملية عسكرية في شمال سوريا وفرض ما تسميه المنطقة الآمنة. اعتقادي الآن أن هناك فجوة كبيرة بين موقف الإدارة الأمريكية موقف الرئيس ترامب الذي ربما أعطى الضوء الأخضر ضمنيا لتركيا بالقيام بهذه العملية العسكرية وأمر بانسحاب بعض القوات الأمريكية الخاصة، وبين موقف وزارة الدفاع الأمريكية التي اعترضت حقيقة على هذه العملية واعترضت على هذه القرار وحذرت من خطورة الانسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا فيما يتعلق بالتداعيات السلبية على حلفائها التقليديين من الأكراد وما ينعكس على ذلك من تأثير سلبي حقيقة في وقت على سابق تنظيم داعش الإرهاب. في وقت سابق دكتور أحمد كان من المفترض أو ما رشحت من أنباء كانت تتحدث عن قبول ضمني ولو كان ضمنيا أمريكيا لفكرة إقامة المنطقة الآمنة التي تريدها تركيا بإدخال بعض التعديلات على عمقها على حدودها على طريقة العمل داخلها وما إلى ذلك، لكن على الأقل على مستوى القبول العام لم يكن لدى الولايات المتحدة مشكلة. ما الذي تغير وجعل الولايات المتحدة تظهر هذا القدر من الحدة والتشنج؟ يعني في الواقع أن هذه كما قلت هي أن وزارة الدفاع المؤسسات الأمريكية هي ترفض العملية العسكرية. هناك ما يسمى الدوريات المشتركة التي تم إطلاقها في شهر أغسطس الماضي، وتم إطلاق الدوريات منذ أسبوعين ودخلت بعض القوات في منطقة في بعض الشريط الحدودي، لكن تظل الإشكالية الحقيقية هي التناقض ما بين الرؤية التركية للمنطقة الآمنة حيث تريد ترك أنقرة أن تكون منطقة بعمق 30 كيلومتر وبطول 500 كيلومتر وهي مساحة شاسعة، وأيضا تركيا تهدف نقل اللاجئين السوريين من تركيا إلى هذه المنطقة. الأمر الثاني أن أمريكا في المقابل تريد منطقة عازلة من منطقة لا تزيد عن 3 إلى 5 كيلومترات تعزل بين القوات التركية وبين قوات سوريا الديمقراطية أو قوات الحماية أو والتي يعني تسميها أو تزعم تركيا بأنها قوات تحاربها وأنها قوات إرهابية أو على صلة بحزب العمال الكردستاني التركي. باعتقادي الآن أن المشكلة هي أن الرئيس ترامب في ظل استعداده وتركيزه على العملية الانتخابية هو كما قال أن يريد سحب القوات، أن هذه حروب طويلة سخيفة، أن الوجود الأمريكي في سوريا وأيضا الإنفاق على قوات سوريا الديمقراطية يكلف أمريكا كثيرا. هذه النظرة الضيقة من منظور ترامب من منظور الصفقة من منظور توفير النفقات، لكن تظل المشكلة هي فيما يتعلق بمعارضة وزارة الدفاع الأمريكية التي ترى خطورة كبيرة في هذه العملية العسكرية. حتى لينزي جراهام السيناتور الجمهوري الشهير والمقرب حتى بأغلب مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك مشكلة حقيقية في سحب القوات الأمريكية العاملة من تلك المناطق، لكن ثمة موقفان اتخذا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإعلان عنهما بالأمس، أولهما مرتبط بسحب القوات الأمريكية كما أشرت، فهم منه أن الولايات المتحدة ستقوم يعني بين قوسين بتسليم الأكراد إلى تركيا مباشرة، ثم الموقف الثاني كان مرتبط بالتصريحات الحادة من قبل الرئيس الأمريكي بأنه سيدمر الاقتصاد التركي إذا ما أقدمت على خطوة من هذا النوع، وأن الولايات المتحدة لا ترحب مطلقا بأي عملية عسكرية تقوم بها تركيا. كيف يمكن الجمع بين هذين القرارين أو بهاتين الرؤيتين؟ يعني تفسير ذلك هو أن كما قلت الرئيس ترامب في البداية كان يعتبر أو يعتقد أن الانسحاب الأمريكي الجزئي أو
السماح التركية ربما هذا القول من النفقات الأمريكية، لكن عندما وجد معارضة حقيقية كبيرة من جانب المؤسسات التقليدية الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية، حتى من أنصار في الكونجرس الأمريكي في مجلس الشيوخ، يعني ليس فقط لينسي جراهام ولكن الأهم أيضا ماكونيل اللي هو رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ولازم مرتبط به مصير ترامب حتى ذاته فيما يتعلق بمسألة العزل ومسألة المحاسبة، هو أيضا أدان هذه الخطوة خطوة ترامب، ولذلك سارع ترامب في مؤتمر الصحفي أمس فيما يتعلق أثناء توقيع اتفاق تجاري حرة مع اليابان بتهديد تركيا بتدمير اقتصادها بأنها إذا خرجت عن الحد المسموح، وهذا أيضا كلمة مطاطية، ماذا يقصد بهذا الحد؟ هل هو فقط الجزء الخاص بالخمسة كيلومترات؟ أم أن تركيا تتوغلت في منطقة إلى العمق وحدث احتكاك مع القوات الأمريكية، أيضا سيكون هناك اقتصاد رد مدمر من أمريكا، باعتقاد أيضا أن ترامب حصر وربط هذه الإشكالية، ربط هذا الرد الأمريكي بمدى تأثير أو أي مواجهات بين القوات التركية وبين القوات الأمريكية الخاصة في سوريا، وليس فقط ولم يربطوا بالاعتداء على الأكراد، لأن الأكراد هم الحلفاء الأساسيين. طيب، الأكراد هم الذين يحتجون مئات عشرات الآلاف من مقاتلي داعش، كل هذا يؤثر سلبا على الحرب على داعش. لكن وبالتالي هنا لكن دكتور احمد معلش، يعني هو في نظرة أو في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالأكراد، هي دعمتهم وأمدتهم بالسلاح وأعلنت ذلك ولم تخفه ولو مرة واحدة، وقالت أنهم أبلوا بلاء حسنا في طرد تنظيم داعش من مناطق مختلفة كان على رأسها الرقة وصولا حتى إلى الباغوس. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرادت تركيا أن تدخل أفرين قالت إن القوات أو الكتائب والميليشيات الكردية ليس لها أن تستخدم السلاح الأمريكي إلا لقتال تنظيم داعش، فبعتهم مرة ثم أتت الآن لتقول أنها ستنسحب ولا علاقة لها بما يمكن أن يحدث هناك. لماذا تبدي الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخبث بين قوسين في تعاملها مع الأكراد؟ هو كما قال أحد قوات سوريا الديمقراطية كان له لفظ واضح، أنهم تلقوا طعنة من الخلف، أن أمريكا دائما تطعنهم، أن أمريكا دائما عندما تضحي بحلفائها بمصالحها، رأينا حتى في العام الماضي عندما قام ترامب بقراره بسحب القوات الأمريكية ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة وأبقى على ألف من القوات الأمريكية الخاصة بتدريب الأكراد بمحاولة لاستيعاب الغضب. هذا بيعني أن السياسة الأمريكية بشكل عام تجاه الأكراد هي غير سياسة متقلبة تقوم على فكرة المصالح، يعني أحيانا يوازن ترامب بين مصالحه مع تركيا وبين مع الأكراد، لكن تظل الإشكالية الكبيرة هو تداعيات هذه السياسة على أولا على الوضع في سوريا، على في شمال شرق سوريا فيما يتعلق به المحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي يتربص والذي خلايا نائمة، وبالتالي مثل هذه الأمور والإعطاء الأمريكا إشارة ضمنية أو ضوء أخضر ضمني بعملية عسكرية تركية سيكون له تداعيات خطيرة، أولا يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ثانيا يمثل أيضا يؤثر سلبا على الأكراد والقدرة على محاربة تنظيم داعش، بما يعني عودة هذا التنظيم واحتمالات عودته مرة أخرى وسيطرتها على المساحة. نعم. لأن تركيا مهما كانت القوات التركية لن تستطيع السيطرة على مثل هذه المساحات الشاسعة، عندما نتكلم عن عمق 30 كيلومتر في بطول من نهر الفرات للحدود العراقية، هذا يعني أكثر من 600 كيلومتر، هذا أيضا مستحيل، وبالتالي هذا بيسمح فراغ بعودة تنظيم داعش الإرهابي. باعتقادي الآن أن مع الضغوط الكبيرة داخل أمريكا ومع ضغوط الحلفاء، أعتقد أن أمريكا ستعيد مراجعة سريعا قرارها فيما يتعلق بالتعامل مع العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد سيد أحمد، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية والدولية، منضما إلينا عبر الهاتف.